سوكا. نعم. السلام عليكم الحباب، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ شخباركم؟ صحيحة ديالكم مزيان؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم فيديو متغير بزاف على الفيديوهات في شان ديال سوكي لايف. انا اللي كندير المقدمة ماشي هي، واللي هذا كنقول لكم باللي ان شاء الله باذن الله هادشي كله غير مقلب الماما. بولا خوتي، حاولنا نديرو سكينة عروسة. تعرفوا الام ديالي شحال كتحماق على سكينة وكتموت عليها، ولدرجة هي عرضت عليها وجاية ماما، وكيفاش غادي تجي وغادي تلقى سكينة مبرزة عروسة وهي ما قالتهاش الام الثانية ديالها. يعني فريمون تشوكا، ونشوف ردة الفعل ديال الام ديالي. السلام عليكم حباب، بعد اول حاجة طلعتي مزالة ما شاء الله. اول حاجه حنايا عرضنا على خالتي جميله على اساس راه واحد العراضه، يعني واحد العشيه غادي نجمعوا بيناتنا. ولكن الغريب في هذا الامر هو انه غادا تنزل غتلقاني كنقش وعروسه، زعما ما غتفهم والو. حنا متوقعين نرد الفعل ديالها، المهم خليكم معنا وشوفوا المقلب كيفاش غادي يكون. يلا خوتي خليكم معنا. وكنبغي نشكر قبل ما نسدو المقدمه، اجي خالتي فاطمه. شكرا خالتي فاطمه. كنبغي نشكر خالتي فاطمه اللي حنات لينا ملي كنا صغار، وحنات الميمه الله يرحمها يا ربي، وعزيزه وتبارك الله عليها، وحنتها زوينه. وطبعا منين نحنيو كاملين غادي نوريوكم الحنينه ديالها اللي كتصدق وكتحني من القلب ديالها. الله يحفظكم. فوالا خوتي، في هذا المنبر غادي نقول لكم لا فاطمه كتدي بلاصه فين ما كنتو، عندها لي زاكسيسوار زوينين، اللي بغى شي حاجه يتصل بها. والله يكمل على كل عروسه، الله يكمل على كل عروسه ان شاء الله. وهذا فال فال ان شاء الله فال خير. هي وخالتي ماما تحوسام هما يجيو قدكم. يلا ليتس جو. بسم الله بسم الله. نبداو ان شاء الله الحنه للسكينه باذن الله. نتمنوا ان شاء الله هذا المقلب يجي ان شاء الله. خالتي فاطمه ربطات فيك ماما. مسكينه ضروري سكينه. شنو شعورك سكينه؟ فيك الخلع، فين هو الراجل مسخوطة؟ يلا خوتي دابا ماما، واش ماما هادي؟ ماما يلا يلا كلها تهبط، خليكم معنا خوتي. سلام سلام على رسول الله أخت سكينة محمد الله مع الجل علي. يلا خالتي فاطمة زغريتة زغريتة بلاش، راه جات ماما رباب، رباب جات ماما. ناري كتعرف تضغط. ايوا راه غنمشي لك تصدع معها فايزه. راه عندي هي تيليفون. فوالا خوتي، انا مفيكسيه التليفون ديالي هنايا، هانتوما شوفوا من يجي ماما ان شاء الله غادي تشوفوا شنو كاين. يلا خليكم معنا. قول مبروك. قول اختي ما تخبرش اختي. شنو هادشي؟ شنو هادشي؟ فايزه ما قلتيش لماما كشنو كيلعب على فايزه؟ شنو هادشي؟ فايزه واش ما قلتيش ما عرفتيش على خالتي؟ انت اللي كنتي تعرضي على خالتي. هادي يا ماما الثانية. فين هي ماما الثانية؟ خالتي فايزه نهائيا ما بقات عندي معك حتى حاجة. انا خالتي ودابا غنمشي. لا ما نفرحلكش مني، انا ما تخباريش، انا ما تخباريش حيت انا مك الثانيه كتقولها لي وتعول. ايوا علاش ما تخباريش؟ على تايفه هي انا. سمحولي 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 الا قصرت الهضره سمحولي. انا كنحسبها بنتي بنتي، ولكن لي باش تخطب ودير هذا الشيء فري انا ما تخباري والو. وماما
انا ما تخباري حتى حاجه. لا بنتي ما ديرش ليا هكا، لا ما ديرش ليا هكا، شوف ماما هكا. لا حشومه حشومه لا حشومه لا حشومه فايزه فايزه حشومه هادشي ماشي مأثر هادشي حرام. اش صح لا ما ديروش لا خالتي لا لا خالتي جي حتى للدار وعمرها ما قالت لي راه عندي الخطبه ولا شي واحد واقف عليا ولا حاجه. باش انا غادي نفرح لها وغنقول يا ربي تكمل عليها بالخير وغادي نزغرت وغادي نفرح. بصح بصح تفرحي ليها، ولكن انا فاش جات عندي بنتك تهويني يا خالتي. انا كنقول لها بنتي سمعيني، لما جاتي لها قلت لها يا اختي سكري من حقك. لا من حقك ديما داخله عندي خالتي وداخله ما قالت ليش. لا من حقك انا ما نرجعش عليه، انا بغيت نرجع في حالي مره. لا ما نقدرش ما نشوف ما تخلي لها المرافه فاطمه المهم تخلي ولداتها وتخلي لها بابا وخوتها. اما انا غير زايده. لا ما نرجعش، لا سمح لي ماشي ما نفرح لك، انا نفرح لك اذا قلتي لي. اما انا ما قلتي لي والو، انا جيتي وجيتي وجيتي ماما ما تبكيش العروسه وما قالت لي والو. ماما صلي على النبي ماما. لا بكي انا حسن لا ما ديرليش هكذا، تجي عندي وتقولي خالتي فرحي ليا. ماما هي ديالها دابا. لا تقولي فرحي ليا، ما قالت لي والو. خالتي فايزه ما قالت لي والو، ولكن ملي ما قالت لي والو هي تقول لي. لا راه قالت لك فايزه اللي غلبني. دويت معاها في التليفون ما قالت لي فايزه. فايزه اللي عليها كل شيء. فين هي فايزه؟ فايزه دابا قالت فايزه بغات السكينه، قالت بغات مفاجاه الخالت. على هذه مفاجاه؟ لا ماشي مفاجاه، هذه مفاجاه، هذه ماشي مفاجاه، هذه نهائيا ماشي مفاجاه. المفاجاه هي شي حاجه. انا عليك تقولي لماما مفاجاه. انا ما كنخبي عليك والو. لا ما حسبنيش ما قالتيش لماما. اجي اجي الا كانت هي خدمت عليا علاش انت خدمتي خالتي؟ والله خالتي علاش انت خدمتي عليا؟ لا خالتي علاش تخدمي عليا؟ هي خالتي علاش تخدمي عليا؟ علاش تخدمي عليا؟ هي خالتي ماما. علاش ما تخدميش عليا؟ لا ما تخدميش عليها ماما. عروسه شو ماما شو تبكيها؟ انت دخل سوق راسك، انت دخل سوق راسك. قد فيا تفرح، انا نفرح اكثر منها. لا اللي غتعرفهم غادي ان شاء الله يتزوجوا ويمشيو في حياتهم. انا غنفرح اكثر، انا غنفرح لهم اكثر. هذه المره صافي واه زغرتي. النهار اللي جا هذا الهلي يكمل عليك. لا شنو ما فرحناش؟ فرحنا. هذه اللي قالت لي غنتخطى ديك النوبه فرحت ولا هادي اللي ما تسواش. بالله فينا بقات فيها، ولكن هادي تايا ما نحضر ليهاش، غنمشي بحالي. شوفي قولي لها جميله، قولي لها الله يكمل عليها بالخير. غنمشي بحالي ما غنحضر لها لا ليلها ولا الاخر. ما تقوليش هكاك، اذا ما فرحتيش ليها. اسمح لي. اسمح لي. لا اسمح لي انا. انا نفرح لها اكثر من كل واحد. ايوا صافي. ولكن في الصباح كانت عندي غير الصباح، في الصباح كانت عندي غير الصباح. واخا راه انا اللي قلت لها الصباح انا ناعسه وحليت لها البال. علاه كنت بخير؟ راه ماما حقتي نحيي راه حقتي شوفي انا راه باب كتقولي صافي دابا هادي العروسه هادي. لا 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 درتي ليها بنتي لا لا درتي ليها بنتي علق 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 قلت سعد مزيون هنا يا خالتي. يا مرحبا بك مرحبا بك. احنا ما عندناش الخايب، كل شيء عندنا بزاف تبارك الله، كل شيء عندنا بزاف. ماما ماما الله معاك. لا عالي قالت لك شنو قلتي؟ شنو قلتي يا ماما؟ الله يسخر لك يا بنتي. فين هو هذا الراجل اللي خداها؟
والله يسمع على خير ان شاء الله. ماما شنو كتقول للمشاهدين على تبارك الله على سكينة بنتك وداك الشيء؟ معلوم بنتي بنتي عندي سكينة وحسين فائزة سارة وسفيان تبارك الله وبدر واشرف. ايه رباب بيناتي رباب وجيهان وتبارك الله للهيبة الغزالة ديالي هادو كلهم عاودوا وليداتنا تبارك الله. وليفان وليداتك كلشي معلوم معلوم ليفان ومباواتهم وكلشي ديالنا اللهم لك الحمد. ولهذا ماما الله يحفظهم والله يسخر والله يكمل عليها بالخير الله يكمل بالخير. جلس جلس حدا سكينة جلس بغات تقول لك علاش بقى فيك الحال؟ لأنه كانت عندها في الصباح أنا حليت لها الباب أنت ما كايناش أنت نعسة هنايا عندها بصح عندك الحق أنا حليت لها الباب. أنت بيتها معايا كتوجد معايا الخطبة ما قالت لك والو هي اللي قالت لي ما نقول لك والو وصافي راه ضربتني ما غاديش تسبق أخرى تيقولي فهمتي علاش بغيتي تقولي لخالتي علاش؟ ودابا سكينة اللي قالت لي ما تقولش سكينة قالت لي ما تقولش لخالتي كون كنت ماماك الثانية الحقيقية خلي فائزة وجي قول لي خالتي قيتها مع فائزة هيا خرجت لك غنفرح لك غنفرح لك وما نجيش بالجلابة نجي باللبسة مولاتي ونجي كنشعل وجاية بالجلابة أنا ما عارفة لا جليلة جاية الله يبارك الله يحفظكم الله يحفظكم وين نجيكم الله يخليكم على خير خليكم ربي وليداتكم تبارك الله اي والله يسخر لك بنتي اش غنقول انا سمحت في وجه الله وفي وجه رباب جات من الحق لا الحق جات من الحق شي يكون ما دواتش زوين كانت نفتح الباب ونخرج شحال حاشا ولكن خرج انا وياك الاخت ديالك غزال قالت الحق ولكن راه ما درتي فيها ما يصلحها خصني نعرف انا انت مولاتها انا خصني نعرف صراحه خصني نعرف خصني نكون عارفه ما غندير والو مقلا سكينة ما تقول لك شا ماما الله يهديك الحمد لله دابا انا نسمح لك ملي ما كاينش لا ما قلتي لي خسرتي لي المكياج عرفتي علاش عيطاتك ماما عيطاتك باش تحدني دوك اليديدات ورجيلات يا بنيتي كيدخل الكوزينه كيحنك ايوا مره فيك هذا ماشي مشكل انا ندخل الكوزينه انا نعاونك انا ندير داكشي كله يلا خوتي خليكم معنا نوجدوا الطبيله غادي ربي يسخر لكم ويجيب لكم ربي اللي يلفكم في خرقه بيضاء انتوما والبنيتات ديال الناس كلهم غادي ربي يلفهم في خرقه بيضاء بولاد الناس امين يا ربي الله يسخر لكم بنيتي طلع لك السر الله يلا يا العروس زي ما حدا يلا خليكم معنا اخوتي بما وجدنا الطبيله وصوبنا الحنة وداك المسائل يلا ليتس جو تبارك الله عليكم
كنتمنى المقلب يكون عجبكم. صراحه رده الفعل ديال خالتي دارتنا بزاف، وداكشي اللي كنا متوقعينه هو اللي وقع. يعني صراحه ما يمكنش ندير شي حاجه زعما بلا ما نقولها لها، هذا راه غير مقلب. وخليكم معنا في الفيديو مازال، حيت اصلا هذا النهار هو راه غير عراضه بيناتنا منين تما تجمعنا، منين تما تجمعنا وهادي، وبغينا نفرحوا ببعضياتنا ونديروا النقش. وهادي خالتي ما كانتش عارفه زعما كاين لي ديطاي هادشي اللي بمناسبه شعبانه، بمناسبه قرب رمضان كومونديت من عند كاتوليك المملحات، هذا كيف ما شفتوا في سينيماتيك داكشي من عند بشرى وغزال. صراحة بشرى تبارك الله عليها، داكشي لذيذ وكدير التشكيلات داكشي اللي كتبغي. كنتمنى زعما تكومونديو من عندها واحد السيده معقوله ونقيه وماكلتها البيضه، صراحه عجبتنا كاملين. خليت لكم النيمو ديالها، دخلوا عندها، واللي ما شافهاش في الفيديو راه كاينه في صندوق الوصف، غنخليها لكم هي وفوزيه هي اللي مصوبه الحرشه، راه كتصوب المسمن والبغرير. المهم اللي بغى شي سيده تصيب كتصيب المسمن والبغرير والحرشه، راه خليت لكم النمره ديالها هي فوزيه. اما بالنسبه للمملحات الشبكيه كاع داكشي اللي كيخص رمضان من عند بشرى كاتوليك، راه خليت لكم حتى الانستغرام ديالها. خليكم معنا دابا نشوفوا اجواء كي غادا تكون. سارة كي تجيك الحنه ديال فاطمة؟ ما شاء الله عليها تبارك الله، غنشوف في ديدان هي ديالنا هاد العائله هي اللي كنجيبوها. يلا بديتي انت مور العروسه عرفتي، باش نتزوج مورا. لا اله الا الله، انا نقول الحمزه حبيبه. علاش حبيبه كولي باه باه اخت سكينه الصغيره. ويني ويني برافو، علاش ما درتي شي ديده اخرى؟ تبارك الله على فائزه، ربي يخليك يا الحبيبه، حيحتي المضمه، حيحتي والله الا حيحتي. شكرا واقفه معايا ديما فائزه، ربي يخليك. شكرا بزاف، حاولنا نشوفوا رده الفعل ديال ماما باش عرفوا الصداقه فيها، صدقة على حب يعني. ماما بقى فيها الحال سكينه، شفتي رده الفعل ديال انا بعدا خلعاتني من دخلات مليا. المهم حاولنا نستعملوا جوج ديال انا خد سكينه كتقول لها هي هذه من المشكل رابع معروفه اش كتقولي لي يلا خوتي خليكم معنا وباش نديروا حاجه زوينه، ونشكركم كاملين كنحبوكم والعقوبه لكاع البنيات ان شاء الله. العقوبه بغينا لكاع البنيات و ادر لي هذه خطيه معقوله. ها نتوما كتشوفوا الحباب وما داروا فيا انا. ايوا انا ما ظنيتش انا بنتي غادي ما تقوليش الناس جايين يخطبوني، وعلى نيتي داخله بانه دايره جمعيه غادي نتجمعوا ونضحني ونضحكوا ونشطوا. حتى جيت لقيت الصلاه والسلام على رسول الله والنقافه والحنايه الله يا بنيتي شنو هذا؟ انا الخطبه عندي يا خالتي الله صافي، ما بقيتش بغيت تنزل معاهم. والله ملك الحمد في الاخر مني قالوا لي غير مقلب
الحمد لله دازت. ونتمنى تكون بصحة إن شاء الله. منا وخير يا ربي ومولانا كريم. ونتمنى الإعجاب ديالكم بهذه الحلقة كانت زوينة ورائعة. وسلامتكم علينا تنتوما ولالي خطاكم علينا ودازت تبارك الله داكشي. أنت لوكس. جات من تغزالة تبارك الله كتحمر. الله يحفظها وينجيها. يا ربي امين. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم. فإذا بصحتك خالتك بصحتك يعطيك الصحه وتجي ماما بصحتكم كلكم. حاجه سميره بصحتك رابع جهاد هبه كلشي. يلا خوتي 100 100 بغينا هذا الفيديو ان شاء الله بارطاجا ويطلع 100 ونفرحوا بلاله سكينه. يلا اللي خليكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. كومونتات زوينين وبغيتكم تقولوا لي سوكا كيفاش جات عروسه. والله يخليكم لينا. يلا باي باي. واحد الحاجه بغيت نقولها اللي عجبو الميك اب راه غادي نبارطاجي معكم كيفاش درتو ان شاء الله. الميك اب ديال سكينه. يلا خوتي يلا اللي خليكم. باي باي. تبارك الله عليكم.